استكمالا للتمرين اللي فات، تعال نشوف كيف ممكن نبين الأثر على الميزانية العمومية وعلى قائمة النشاطات. بداية الميزانية، انتوا عارفين أول بند هذا تصنيف حسب الايفارس أو معايير الإفصاح الدولية. كنا حنكتب هنا يعني موجودات طبعا غير متداولة، أهمها في عنا السيارات. طبعا حناخدها بالصافي عشان نرفع منها صافي، نرفع منها قيمة مجمع الاستهلاك. فكنا حنقول يساوي قيمة السيارات هيها ناقص قيمة مجمع الاستهلاك تبعها هيو، وبالتالي صافي السيارات حيكون عندي 20,250. بالنسبة للموجودات المتداولة، في عندي أنا إيش عندي موجودات متداولة؟ في عندي أدوية، في عندي أدوية وقرطاسية، ناخدهم الآن. هاي الأدوية ووراها على طول القرطاسية. الأدوية، قيمة الأدوية المستلمة كتبرعات هي عبارة عن 8,400، تم توزيع ما قيمته 2,700، هذا رصيدها. أيضا بالنسبة للقرطاسية، ما تم استلامه كتبرع عيني، قرطاسية ما تم استلامه كتبرع عيني هو هذا. طبعا في جزء استهلك لو أخذتوا بالكم هنا، هذا ما تم استهلاكه من القرطاسية، هذا بيكون رصيد القرطاسية عندي. إيش في عنا كمان؟ عنا موجودات إذا بدكم متداولة. في عندي طبعا ممكن نجمع الموجودات المتداولة كده مع هذه مع هذه مع هذه إجمالي الموجودات. في المقابل في عندي مطلوبات غير متداولة. أهم المطلوبات الغير متداولة عندي حاجة اسمها إيرادات مؤجلة، زي ما تو حكينا. الإيرادات المؤجلة في أكثر من إيرادات مؤجلة، في عندي هذه زائد هذولا، بس بدنا نخفضهم بقيمة ما تم تحقيقه منها. هذه ناقص هذه ناقص هذه، هما عبارة عن 2 موجب و3 سالب. حلو. الآن في عندي مطلوبات متداولة، باعتقادي ما فيش عندي مطلوبات متداولة، عشان كده كنا هنقول مجموع المطلوبات بتساوي هذه. الصافي الموجودات زي ما انتو عارفين هذا بيساوي، هذا لازم يساوي مجموع الموجودات، لازم يتساوي مع بعض. صافي الموجودات اللي هو الفرق ما بين المطلوبات والصافي الموجودات والمطلوبات. طبعا مبين انه في عندي انا هنا ما فيش صافي موجودات، لانه كان اجمالي الموجودات بساوي اجمالي الموجودات والمطلوبات. تمام. الان تعال نشوف الاثر على قائمة الانشطة. الاثر في عندي اهم حساب ايرادات عندي ظهر، اذا بتتذكروا ايرادات مؤجلة متحققة، المبلغ تبعه تعال نشوف ناخده من اوله. ايرادات مؤجلة متحققة هذا زائد هذا زائد هذا، هذا اجمالي ايرادات المتحققة المؤجلة المتحققة. في المقابل في عندي مصاريف، لو اخذتوا بالكم في اول مصروف عندي مر هو عبارة عن مصاريف استهلاك، وايضا في عندي مصروف ما تم توزيعه مجانا من الادوية، وأيضا ما تم استهلاكه من القرطاسية. في المقابل طبعا بنجيب المبلغ تبعه هذا، مصاريف استهلاك هيها، وفي ما تم توزيعه من أدوية، في طبعا تكلفة لإلها هيها، ومصاريف القرطاسية زي ما انتم شايفين اللي تم استهلاكها هي مبلغها. طبعا في المقابل نجمع مجموع المصاريف،
وهنا طبعا الإيرادات، لو أخدتوا بالكم الإيرادات عندي 5650 والمصروفات 5650، كأنه الزيادة أو النقص في صافي الموجودات هذا ناقص إيرادات ناقص المصروفات بيعطيني صفر. طبعا في عندي بداية الفترة كانت موجودات أو الفترة صفر، فكأنه عندي صافي الموجودات في نهاية الفترة صفر. هذا الرقم يا جماعة لازم يتساوى تماما مع اللي ظاهر في الميزانية عندنا هنا. وين الميزانية؟ هي هذا اللون الأخضر لازم يتساوى تماما مع هذا. وبهيك بنكون خلصنا المنح العينية.